تركني وروح ما عاد في لم جروح. السوبر ستار راغب علامي، اول شيء خليني اقول لك اهلا وسهلا فيك على شاشه ام تي في وببرنامج سيلبرتي دوات. شكرا شكرا لك، اهلا فيكم. اليوم اغنيه تركني لحالي عملت خضه بالعالم العربي واحتلت مراتب الاولى على يعني من وقت ما طلعت لهلا. خبرنا بال 2018 شو ناطرنا فنيا؟ صواريخ فنيه. بدك تكشف عن شيء صاروخ او بدك تخليهم مخبيين؟ في صواريخ مفاجآت مش هيك هالايام؟ خليها لأرجع من أمريكا حتسمعوا شوية أغاني حلوين كتير. أكيد ما في شك. نحن بنشوفك على السوشيال ميديا بتعبر عن رأيك السياسي بكل مصداقية وبكل عفوية، فهل هالشي بيدعينا أنه نفكر معقول نشوفك شي مرة بالبرلمان؟ أكيد لا، يعني هيدي الإشاعة اللي طلعوها بأني أنا بدي أترشح على الانتخابات النيابية هيدي إشاعة عارية عن الصحة جملة وتفصيلا. أنا بحكي بحب دافع عن المواطن اللبناني من موقعي، وإذا بدي أنزل الانتخابات النيابية يوما ما رح أنزل بأجواء طائفية، حأنزل بأجواء تغييرية مع مجموعة كبيرة لوحدي، لأنه الواحد ما بيقدر يعمل شيء لحاله، وبتعرف السيطرة كيف عاملين، لأنه عم يأكلوا يعني كل الأخضر واليابس وما تركين للصلح مطرح مع المواطن. فهذا يعني هذا شيء ما بقدر أنا أكون شريك فيه. بنشوفك كمان بتشارك ببعض المناسبات السياسية وبتزور بعض الرجال السياسيين، فهل برأيك الفنان لما يكون عم يختلط بالجو السياسي هل هيدا الشيء قوة دعم له أو خطر على مسيرته الفنية؟ لا هيك ولا هيك، بس أنا سياسيين أصدقائي بحكي لهم الكلام اللي عم بحكيه هون، هيدا اللي عم قوله بقول لهم إياه. أنا إحنا قاعدين على طاولة غدا على قهوة بصالونات، بدلني أنا المعارض اللي عم يعملوه، كل حدا بيبرر حاله بطريقة. في ناس بقبل تبريراتهم، وضع بيكون يعني صعب عليهم أقليميا أو دوليا، لكن مع هيدا وكله هيدا لا يمنع من أنه فقروا الشعب اللبناني. السوبر ستار راغب علامي ما قلي إلا أشكرك على وقتك، وإن شاء الله 2018 بتكون أحلى من اللي سبقوها. شكرا لكم، نتمنى أنه الأيام تكون أحلى، لكن مع هيدا الجو السياسي دفنت لي حتكون أسوأ. مشان هيك بقول هلأ إحنا جاي انتخابات نيابية، لازم كل هالشباب صبايا يروحوا يناضلوا من أجل التغيير، من أجل إيقاف هيدا الاستبداد بلقمة المواطن. رح امشي رح سكر باب، ابعد عنك واهرب منك، مطرح ما قلبي يوديك.